برضو قبل بس ما اطلع واستقبل ضيوفنا، الحقيقه ان اليومين اللي فاتوا تحديدا لما بنيجي نتكلم في النادي الاهلي او في تحليلنا في مباريات النادي الاهلي بنتكلم على عمرو السوليه. عمرو السوليه في اوقات كثيره جدا جدا خلال الفترات اللي فاتت كنا بننتقده لانه اداؤه لم يكن هو عمرو السوليه، ولكن دلوقتي الحقيقه عمرو السوليه هو افضل لاعب في النادي الاهلي، بقاله 3 4 ماتشات الحقيقه بمستواه بيتطور من مباراه لاخرى. انا من وجهه نظري الشخصيه البسيطه جدا ان هو يجب ان يكون متواجد مع منتخبنا الوطني في التجمع القادم لانه يستحق، واحد من افضل اللاعبين اللي بتلعب في هذا المكان، واحد من افضل الناس خلقا واحتراما وكل شيء الحقيقه، وبالتالي حتى جسمه كده وانت قاعد بتتفرج عليه كلاعب كوره حاجه رائعه وحاجه جميله جدا، بالهيد تلاقي، باليمين تلاقي، بالشمال تلاقي، بالاوفرات تلاقي، كعب تلاقي، كل حاجه تلاقيها من عمرو السوليه في هذه الايام. وبالتالي عمرو السوليه انتقدناه عندما كان ما كانش عمرو، عندما لم يكن عمرو السوليه، ولكن دلوقتي الحقيقه عمرو السوليه واحد من افضل اللاعبين اللي متواجدين في هذا المكان، واحد من افضل اللاعبين اللي متواجدين مع النادي الاهلي في هذه الفتره. هذه الفتره عمرو السوليه واقف في نص الملعب وتد بالفعل في وسط الملعب، هندي له حقه شويه الحقيقه لانه يستحق كل الاحترام ويستحق كل التحيه على المجهود اللي بيقدمه. ونمسك الخشب طبعا، ده احنا متفقين على هذا الموضوع بشكل جزافي، يعني ان احنا لازم نمسك الخشب لانه يعني عين الحسود وحشه قوي، عين الحسود دايما بتبقى وحشه جدا. عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن عمرو السوليه وشكل عمرو السوليه هذه الايام، وانا بنسميه رسام النادي الاهلي هذه الايام عمرو السوليه. هنطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير هستقبل نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير، النجم الكبير كابتن ماهر همام، النجم الكبير كابتن احمد بلال.